في سان بيترسبرغ وفي إطار قمة مجموعة العشرين، يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهو أشد خصومه في معارضة تدخل عسكري في سوريا. ويلتقي قادة الدول الكبرى الخميس والجمعة في مسقط رأس بوتين في قمة يهيمن عليها النزاع في سوريا، حاجباً المواضيع الاقتصادية التي تتناولها المجموعة عادة. وستسمح هذه القمة للمعسكرين بحشد صفوفهما، ومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أنصار التحرك العسكري ضد سوريا مع اقتراب 9 أيلول سبتمبر، موعد استئناف عمل الكونغرس الأمريكي الذي سيبت مسألة توجيه ضربة لسوريا. ويلتقي أوباما بصورة خاصة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أحد أكبر أنصار الخيار العسكري ضد سوريا. من جهته يلتقي أولاند على انفراد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، المؤيد أيضاً لتدخل عسكري يعاقب دمشق على هجوم يشتبه باستخدام أسلحة كيميائية فيه، وأدى إلى سقوط مئات القتلى في 21 من آب أغسطس في ريف دمشق.